بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله دلوقتي هنشرح شابتر 7. تمام، شابتر 7 عنوان بتاعه ليزر. تمام، قبل بس ما نبدا عايزين نراجع على حاجه كده او ندي انترودكشن للشابتر. تمام، اخدنا في شابتر 6 في حاجه اسمها ايميشن لاين سبيكترم. وقلنا الايميشن لاين سبيكترم دي بتحصل ليه؟ بتحصل عن طريق ان انا في اكسايتد اتوم واقفه في هاير انرجي ليفل، بتنزل من الهاير انرجي ليفل لللور انرجي ليفل تطلع لك فوتون، او تطلع بصيغه تانية ايه؟ راديشن. تمام، طيب عايزين بقى نشوف ايه هي انواع الاميشن سبيكترم. طيب الاميشن سبيكترم في نوعين، في نوع اسمه سبونتينيوس يعني تلقائي، وفي نوع تاني اسمه استيميوليتد يعني ايه؟ يعني مستحس او مستفز. تمام، او مستثار. يعني انت بتعمل ايه؟ بترخم عليه عشان يطلع، هو مبقاش عايز يطلع وما انت بترخم عليه عشان ايه؟ تطلع. تعالوا نشوف الفرق ما بيننا. دلوقتي لو انا معايا الاتوم بتاعتي اهي، مفروض قاعدة في الجراوند ستيت اللي هو E1، خلاص، وده excited level E2، صح؟ طيب لو انا جيت روحت نزلت عليها بايه؟ بفوتون، ايه اللي هيحصل؟ هتأبزور بالفوتون دوت، بشرط لازم يكون الفوتون ده الانرجي بتاعته equal E2 minus E1، وهو ده اللي متحقق في الفوتون بتاعنا. الفوتون بتاعنا الانرجي بتاعته اللي هي h nu equal e2 minus e1. فبالتالي لما الفوتون هينزل على الاتوم اللي هي في الجراوند ستيت، الايه؟ الاتوم ديت هتابزورب وتطلع لفوق. تمام، يبقى انا دلوقتي ايه اللي هيحصل للاتوم ديت؟ هتابزورب الفوتون وتطلع لفوق. طيب يبقى هي دلوقتي قاعده فين؟ قاعده في الجراوند ولا خلاص ولا بقت في الاكسايتد؟ لا، ده هي دلوقتي بقت اكسايتد، بقت مجنونه، بقت قاعده في الاي 2، صح؟ طيب هل هتفضل قاعده فوق طول عمرها؟ والله على حسب كلام بور، قالك ان الاكسايتد اتوم بتقعد في الاكسايتد ليفل وقت معين اسمه لايف تايم. طيب اللايف تايم ده بيبقى قد ايه؟ 10 باور نيجاتيف 8 سكند. طب بعد ما الوقت ده يخلص هتفضل قاعدة فوق برضو ولا تنزل؟ لا هتنزل. طب وهي نازلة؟ وهي نازلة تطلع نفس الفوتون اللي ايه؟ اللي خدته. تمام، والفوتون ده هو طاقته equal E2 minus E1. يبقى وانا قاعد مكاني وانا قاعد في الجراوند ستيت نزل عليا فوتون، ايه اللي هعمله؟ والله هعمل absorb، صح؟ وبعدين هبقى ايه؟ هبقى excited. بعد ما absorb واطلع وابقى excited واقف فوق، ايه اللي هيحصل؟ half a stay lifetime بتاعي، بعد ما lifetime يخلص هنزل. طب وانا نازل هأميت فوتون، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ emission. طب الemission ده ما احنا قلنا احنا اساسا بنشوف الemission، والكلام ده احنا مفروض قلناه قبل كده. طيب الemission ده بقى هل انا كلمته ولا هو بعد ما وقته خلص نزل؟ لا، ده بعد ما وقته خلص نزل، نزل لوحده من غير ما حد يقول له انزل. فبالتالي ده سميناه spontaneous emission، تلقائي. spontaneous ايه؟ emission. يعني ايه spontaneous emission؟ يعني الايه؟ emission due to relaxation of atom. يبقى ده عبارة عن ايه؟ هو emission، صح؟ due to mean due to relaxation of atom from higher energy level لإيه؟ to lower level
طب ما هو الكلام ده ما فيهوش حاجة جديدة، ما هو الكلام ده اللي انت ده الاميشن اصلا، ده تعريف الاميشن. بس اصبر، هو هل هو نزل لوحده ولا افتر اللايف تايم؟ لا ده افتر اللايف تايم از ايه، از اوفر، بعد ما الايه، ما اللايف تايم خلص ام هو نزل. يبقى انا دلوقتي ايه هو السبونتينوس اميشن؟ الله، سبونتينوس اميشن ده عباره عن اميشن، اميشن ديو تو ايه، ديو تو ريلاكسيشن اوف اتوم فروم هاير انرجي ليفل تو لوور انرجي ليفل، تمام. بس لازم اقول ايه، افتر لايف تايم از اوفر. يبقى هو الاتوم الاكسايتد اتوم دي نزلت من هاير انرجي ليفل للور انرجي ليفل، ايه افتر لايف تايم از ايه، از اوفر. وهي نازله طلعت الفوتون اللي هي كانت واخداه، فالفريكوانسي بتاعت الفوتون ده هو ايكوال الفريكوانسي بتاعت الفوتون ده هو، هما الاثنين اصلا ممكن نقول ان هما نفس الفوتون. طيب يبقى كده احنا عرفنا ايه هو الايه، السبونتينيوس اميشن. طيب ايه بقى الاستيموليتد ده؟ تعال نشوف. طيب دلوقتي انا الاتوم بتاعتي ايه، والله هي نفس الاتوم، وادي الاي 2 وادي الاي 1 والبتاع كانت في الجراوند، قمت انت نازل عليها بايه، بفوتون. لما نزلت عليها بفوتون ايه اللي حصل؟ هتابزورب الفوتون، وبعد ما تابزورب هتطلع تقف فوق، صح؟ يبقى ساعتها دلوقتي هي بقت ايه، بقت اكسايتد، صح ولا لأ؟ طيب يعني ايه اكسايتد؟ يعني هي دلوقتي قاعدة في الايه، في الاكسايتد ليفل، مفروض تفضل قاعدة فوق قد ايه، اللايف تايم بتاعها اللي هو 10 باور نيجاتيف 8 سكند، صح ولا لأ؟ طيب المشكلة بقى اللي بتحصل لي هنا، ان انا قبل ما الوقت يخلص باجي ارخم عليه. واحد مروح من شغله وعايز بيطلع يقعد فوق، عشان وهو قاعد فوق هنا يطلع البيت يشرب له كوباية شاي، وبعد ما يشرب كوباية الشاي كان بينزل لوحده، وهو نازل بيطلع الايه، الفوتون اللي كان واخده، صح ولا لأ؟ ده اللي هو كان فين؟ ده كان في الاسبونتينيوس، مش ده اللي كان بيحصل؟ الراجل كان مروح طلع ايه، خد فوتون عشان يطلع يقعد فين، يطلع فوق في البيت، طلع فوق شرب كوباية الشاي بتاعه، قعد الوقت بتاعه، قعد مع الناس اللايف تايم بتاعته، وبعد ما قعد اللايف تايم بتاعته خلص وقته، قام نزل، وهو نازل قام مطلع الفوتون اللي هو كان واخده. طيب ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ ان الراجل ده قبل ما يخلص وقته، قبل ما يخلص كوباية الشاي، قبل ما يشرب الشاي، قمت واحد جه صاحبه تيجي من تحت نده عليه، قال له يا محمد انزل عايزينك دلوقتي حالا. فهل هو هيشرب كوباية الشاي ولا هيسمع كلام صاحبه وينزل؟ لا ده هيسمع كلام صاحبه. يبقى لما صاحبه يعدي عليه وهو فوق، قام هو ايه، هينزل. طب وهو نازل يبقى كده في كام واحد، هيسيب صاحبه ولا يمشي مع صاحبه؟ لا ده يمشي مع صاحبه. يبقى كده في كام فوتون طلع؟ 2 فوتون. يبقى هل الراجل اللي قاعد فوق ده نزل بمزاجه، ولا انا اللي جيت ناديت عليه بالفوتون ده، جه نادى عليه قال له انزل لي؟ لا ده هو اللي جه نادى عليه قال له انزل لي. لو الفوتون ده ما كانش جه، ما هو ما كانش نزل، كان هيفضل قاعد فوق يشرب كوبايه الشاي بعدين ينزل. انما انا جيت رخمت عليه عشان ينزل، جيت ناديت عليه عشان ايه، عشان ينزل. والفوتونين اللي طالعين دول، ده هما الاتنين ماشيين مع ايه، ماشيين مع بعض بالظبط، رايحين في نفس الحته. ده الراجل نادى عليه قال له تعالى عشان عايزك في مشوار، تمام. طيب ندي اكزامبل تاني. اود اسال سؤال الاول، هل لو الفوتون ده ما كانش صاحبه، او ما كانش قده بالظبط، او ما كانش ايكوال اي 2 ماينس اي 1، هل كان الراجل ده هو هيسمع كلامه؟ هل كانت الاتوم هتنزل وتطلع 2 فوتون برضه، ولا ما كانش هيسمع كلامه؟ والله الواقع ان هو ما كانش هيسمع كلامه. اديك اكزامبل، دلوقتي واحده معاها ايفون، معاها ايه، ايفون اكس، تمام. طيب وانا عايز اخليها تقول للناس انا معايا ايفون اكس، فاعمل ايه؟ فلازم استفزها، لازم اقول لها انا كمان معايا ايفون اكس. يبقى ساعتها لما اجي اقول لها انا معايا ايفون اكس، تقول لي وانا كمان معايا ايفون اكس، وهما الاتنين يطلعوا
الايفون بتاعهم. يبقى ساعتها معايا كام ايفون؟ 2 ايفون. واحد اصلا اللي هو كان مين؟ واحد اللي هو كان مع البنت اللي هي الاصلية اللي هي كان معاها فوق، والتاني ده اللي انا جيت استفزتها بيه، وهما الاتنين يبقوا ايفون ايه؟ اكس. يبقى لازم هما الاتنين يبقوا قد بعض. اصل انا لو جيت قلت لها والله انا معايا ايفون، لو انا جيت قلت لها مثلا انا مش معايا ايفون اكس، لا انا معايا ايفون 6، خلاص هتستحقرني، هتقول ايه ده، دي مش مستواي اصلا، وبالتالي مش هترد عليا، مش هتطلع اللي معاها. ولو انا جيت قلت لها والله طب انا بقى معايا ايفون اكس برو، تقول ايه ده، دي احسن مني، لو انا طلعت اللي معايا هيبقى انا اللي شكلي وحش، صح ولا لا؟ فانا عشان اخليها تقول انا معايا ايفون اكس لازم اقول لها انا ايه، انا كمان انا معايا ايفون اكس، فهي كمان تقول لي وانا كمان معايا ايفون اكس. يبقى الاتنين لازم يبقوا زي بعض بالظبط، لازم الراجل اللي هيجي ينده عليا من تحت ويقول لي انزل لي لازم يبقى صاحبي قوي، عشان لو مش صاحبي مش اخويا مش توامي انا مش هسمع كلامه، انا مش هسيب كوبايه الشاي عشان خاطره، تمام؟ وبالتالي الاتنين فوتون اللي طالعين دول ايه اللي هيبقوا ايه؟ هيبقوا هما الاتنين ليهم نفس المواصفات بالظبط، هما الاتنين عندهم نفس الانرجي، هما الاتنين ماشيين في نفس الدايركشن، هما الاتنين عندهم نفس الفيز، هما الاتنين اخوات توأم، هما الاتنين توائم، الاتنين دول ايه؟ توأم، بيعملوا كل حاجة مع بعض، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي هل الفوتونز ده طلع بمزاجه ولا انا اللي رخمت عليه بالفوتون اللي بره؟ يبقى انا اللي رخمت عليه، يبقى دوت انا ما دام انا رخمت عليه هسميه stimulated emission، تمام؟ يبقى الاميشن دوت spontaneous ولا stimulated؟ لا ده stimulated. طب هل دوت بعد ما الوقت خلص ولا قبل ما الوقت يخلص؟ بعد ما يشرب الشاي ولا قبل ما يشرب الشاي؟ نزل لوحده ولا انا جيت ناديت عليه قبل ما ايه؟ قبل ما يخلص؟ لا جيت ناديت عليه قبل ما يخلص. before، يبقى ده before اللايف تايم. يبقى ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق الاول ان انا نزلت باكسترنال فوتون عليه من بره، الثاني ما كانش فيه اكسترنال فوتون. الفرق التاني ان اللي هو الاسبونتينيوس كان افتر لايف تايم از اوفر، انما الاستيميوليتد بيفور اللايف تايم از اوفر. يبقى انا لما اجي اعرف لك كده ممكن تقول لي تعرف لي ايه هو الاستيميوليتد اميشن؟ هتيجي تقول لي والله حضرتك الاستيميوليتد اميشن ده اميشن، واي اميشن يبقى ديو تو relaxation of atom، وما دام relaxation يبقى اكيد from high energy level to lower او to low to lower energy level. حتى الان انت الكلام بتاعك general، ايه الزيادات بقى؟ لازم تقول لي هنا ايه بقى before اللايف تايم از اوفر، قبل ما الوقت يخلص، ومش بس كده لازم تقول لي ويز اكسترنال استيمولاي، بايه؟ بعامل خارجي، بمحفز خارجي، بفوتون جاي من بره يرخم عليا، تمام؟ يبقى هو هما الاثنين تقريبا ايه شبه بعض. في الاول لما يجي يقول لك emission due to relaxation of atom from higher energy level to lower energy level، لو انا كنت spontaneous كنت بقول لك ايه، كنت بقول والله ده after lifetime is over، انما في ال stimulated لازم تقول لي before lifetime is over. طب هتكتفي before بس ولا لازم تقول لي كمان with external stimuli؟ لا with external stimuli، بعامل خارجي، تمام؟ يبقى انا لو جيت قلت لك ممكن كده نشوف الفرق بينهم في الرسم، ان ده هو بعد ما حصل له ادي ده في الجراوند هيحصل ايه؟ هتنزل عليه بفوتون او ما يعمل ابزورب للفوتون دوت ويحصل ايه؟
ويطلع فوق يبقى ده كده بيعمل absorb. طب وهو فوق هيعمل ايه؟ هيستي اللايف تايم، يبقى ده كده هنا ده absorb وده excited. يعني ايه excited؟ يعني ايه ال excited دوت؟ يعني stay اللايف تايم، قاعد اللايف تايم بتاعته خلاص. طب بعد ما اللايف تايم تخلص هيعمل ايه؟ هينزل. طب وهو نازل يطلع نفس الفوتون اللي كان واخده، تمام كده. يبقى هنا هو بيعمل ريلاكس وايه اند امت، وريلاكس اند امت افتر اللايف. طب والتاني ادي اهو الجراوند، قمت انت نزلت عليه بايه؟ بفوتون، قام خد الفوتون وطلع فوق ابزورب برضو. طب وهو فوق مفروض staying اللايف تايم بتاعه excited، بس before اللايف تايم is over قمت انت نزلت عليه باكسترنال ستيمولاي، قوم هينزل. وهو نازل يطلع اتنين فوتونز ايه؟ اخوات توائم بيعملوا كل حاجة مع بعض. يبقى الاتنين فوتون دول اخوات توائم بيعملوا كل حاجة مع ايه؟ مع بعض، تمام. لما اجي اقارن الفوتونات اللي طالعة دي ببعض، اللي هما الاتنين التوأم دول، هل كل واحد ليه انرجي مختلفة ولا كلهم نفس الانرجي؟ لا ده كلهم نفس الانرجي. ده مش بس كده، ده كلهم نفس الفريكونسي، فبالتالي هيبقى كلهم نفس الويف لينث. يعني انا لو جيت بتكلم من صيغة الالوان يبقى هتلاقي الفوتونز اللي طالعة دي ايه؟ عندها لون واحد، فبالتالي مونو كروماتيك. يعني ايه مونوكروماتيك؟ يعني مونو يعني واحد، وكروماتيك يعني لون، يعني ايه اللون الواحد، عنده لون واحد احاد اللون. يعني لو انت عايز تتكلم يعني عنده سنجل، بالفيزياء سنجل ايه؟ ويف لينس، او بصيغة تانية ان هو ايه؟ بيور. يعني ايه بيور؟ يعني الاحمر احمر والاخضر اخضر والاصفر اصفر. مش تلاقي مثلا ايه اصفر كده مدي على اورنج، ما تلاقيش مثلا احمر مدي على بينك، ما تدلوش مثلا لا ده احمر ولا مبيتي، ده اصفر ولا بصلي، لا ما فيش الكلام ده. الاحمر يعني احمر واخضر يعني اخضر خلاص، وازرق يعني ازرق، يبقى ده لون واحد يعني لون واحد، سنجل ويف لينس يعني سنجل ويف لينس خلاص. او ممكن تيجي تقول لي ايه ليميتد باند اوف ويف لينسز. يعني ايه ليميتد باند اوف ويف لينسز؟ يعني كميه ويف لينسز بتبقى قليله جدا، يعني مثلا تبقى تلاقيهم هم بيلعب في 2 ويف لينسز ابروكسيميتلي 1 ويف لينس، اللي هو كمثال مثلا يقول لك ايه من 700 ل 702 نانومتر، اللي هو يعني مش فارقه ال 2 نانومتر دي، تمام. طيب يبقى دي اول خاصيه من خواص الايه الفوتونز اللي طالعه بالستيموليتد ايميشن اللي هي لونها واحد. طيب لما نيجي نتكلم على الاتجاه، هل كل واحد ماشي لوحده ولا هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه؟ لا ده هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، صح ولا لا؟ مش بس كده، ده كمان هما الاثنين خارجين في نفس الوقت، يبقى هما الاثنين emitted at same time و emitted ايه in same direction بروباجيت ان سيم دايركشن، وكمان عندهم سيم فيز. ما هو ما دام طالعين مع بعض يبقى اكيد ايه؟ اكيد الموجه بتاعت دي، ما هيش الكترومغنتيك ويف، اكيد الموجه بتاعت اللي فوق دوت هتبقى نفس الفيز مع الموجه بتاعت ايه؟ بتاعت اللي تحت. يبقى هما الاثنين سيم فيز ولا مش سيم فيز؟ هما الاثنين هتلاقيهم سيم فيز، تمام. طيب يبقى انا دلوقتي، يبقى انا لما اجي اتكلم عنه ممكن اقول لك ايه المواصفات اللي انا لسه قايلها دي اسمها ايه؟ كوهيرنس. يعني ايه كوهيرنس؟ كوهيرنس يعني سيم فيز وسيم دايركشن وإمت at same time.
يبقى سيم فيس سيم دايركشن سيم تايم يعني كوهيرنس. يبقى دي تاني صفه من صفات الفوتونز اللي طالعه بالستيميوليتد ايميشن. طيب تعالى نرجع لهم تاني، هل الفوتونز ديت كل واحد ماشي في حته ولا هم ماشيين جنب بعض بالظبط؟ يعني لما اجي اركز كده هلاقيهم دول ايه؟ لا دول ماشيين جنب بعض بالظبط. يعني لما اجي اقول لك ممكن تحسب لي كده الديامتر بتاع البيم اللي هم ماشيين فيه ده بعد ما يمشوا كده قدام شويه، هل هتلاقيهم بعدوا عن بعض ولا لسه برضو ماشيين في نفس الايه، برضه ماشيين في نفس المكان؟ لا هتلاقيهم ماشيين في نفس المكان، ده هما ماشيين في نفس الاتجاه ما بيحودوش، هما الاتنين اخوات ماشيين مع بعض سيم فيس، حتى مفيش واحد بيطلع واحد بينزل، فبالتالي هتلاقي الدايمتر بتاعهم كونستنت، فبالتالي هتلاقيهم متجمعين على بعض يعني ما بيفرقوش عن بعض، محدش بيفرقهم عن بعض، دول اخوات توأم، دول نازلين مع بعض ودول اتولدوا ات سيم تايم. فبالتالي الصفة التالتة ديت اسمها ايه؟ اسمها كوليميشن. يعني ايه؟ يعني متجمعين محدش يقدر يفرقهم. طب كوليميشن دي يعني ايه؟ يعني عندهم يعني هما الدايمتر of beam is a is constant، الديامتر بتاعهم ايه؟ كونستنت. طيب اخر صفه، بما ان هما ماشيين جنب بعض فبالتالي لو انت جيت بصيت عليهم من بعيد كده، يعني انت لما تيجي تبص على الحته دي كده هتلاقي فيها والله اه والله هما اتنين فوتون، طب تيجي تبص من بعيد كده لا هما برضو اتنين فوتون، يبقى هما كده متجمعين عن بعض، متجمعين مع بعض وقلنا كوليميشن. بس في نفس ذات اللحظه ده هما مش بس متجمعين، لا دول مقويين بعض، ده هما ماشيين جنب بعض. عارف انت لما يبقى في اتنين، اللي هو المثال بتاع زمان ده اللي هو كان بيقول لك لما تجيب عود خشب، كده هوت وتيجي تكسره فايه فيتكسر معاك عادي تمام، انما لو انت جبت كذا عود خشب وحطيتهم جنب بعض وربطتهم تيجي تكسرهم ما تعرفش ايه، ما تعرفش تكسرهم. فبما ان الفوتونز كلها ماشيه جنب بعضها متجمعه، فبالتالي هتلاقيهم ايه؟ كونسنتريتد، متجمعين صح ولا لا؟ يبقى دول ايه؟ كونسنتريتد. يبقى اخر صفه عنده ان هو ايه؟ كونسنتريتد. يبقى اول صفه ان هو مونوكروماتيك، تاني صفه ان هو كوهيرنس، ثالث صفه ان هو كوليميشن، رابع صفه ان هو concentrated. طب يعني ايه concentrated؟ يعني الانتنستي، is a constant، يعني شدته constant. طب يعني ايه الشدة constant؟ هو مش ده light صح؟ ده light، ده photons light. طيب الشدة مفروض الطبيعي ان انا الضوء العادي اللي هو اللي طالع بالسبونتينيوس اللي هو زي اللمبة العادية او زي الكشاف، لما انت بتيجي تبعده عن الحيطة مش بتحس ان الضوء بيخف؟ الانتنستي شدة الضوء بتقل. يبقى ايه القانون ده؟ اسمه ايه؟ اسمه انفرس سكوير لو. يبقى انا المفروض الطبيعي ان لو انا معايا كشاف اهو، الضوء لما بتيجي ايه؟ الضوء في الاول بتلاقيه شديد صح، وبعد كده تلاقيه بيخف شوية، وبعد كده تلاقيه خف خالص. طب خف خالص ده معناه ايه؟ ان كل ما الديستانس بتزيد كل ما الانتنستي بتقل. طب والقانون دوت اسمه ايه؟ اللي كل ما الانتنستي بيزيد كل ما الديستانس بتزيد الانتنستي تقل، اسمه انفرس سكوير لو. تمام. طيب ايه انفرس سكوير لو دوت؟ انفرس سكوير لو دوت بيقول لك والله ان الانتنستي اوف لايت is inversely proportion مع square the distance. يعني كل ما ال distance تزيد مرتين ال intensity ايه؟ ما يزيدش بقى، ال intensity يقل 4. طب لو ال distance زادت 4 ده يقل 16 square بقى. طب لو ده زاد 5 ده يقل 25. طب لو ده زاد 6 ده يقل 36. ده كده القانون ده اسمه inverse square law، ان كل ما المسافة بتزيد كل ما الانتنستي بتقل.
بس اصبر اصبر اصبر، انا لسه قايل لك ان الحاجات اللي بتطلع بالستيموليتد اميشن هي دي مالها، دي الانتنستي بتاعتها كونستنت. يعني هي اوبي فيرسس كله ولا doesn't obey؟ يبقى doesn't does not obey inverse square ايه لو، يبقى does not obey مين؟ inverse square لو. تمام، يبقى دول الاربع صفات. الصفة الاولانية ان هو مونوكروماتيك يعني single wavelength، coherence تاني صفة coherence يعني same phase same direction، تالت صفة collimation يعني ال diameter of beam is constant، ورابع صفة ان هو concentration او ال intensity is constant، يعني doesn't obey inverse square law، doesn't obey a inverse square law عشان ال intensity بتاعته is a is constant. خلاص طيب، يبقى ده كده الايه ال introduction بتاعت كل ده introduction. بس الانترودكشن ديت لو فهمتها كويس نص الشابتر خلاص في جيبك، نص الشابتر خلص. طيب نسأل بس كام سؤال الاول. الانتنستي احنا قلنا ان الانتنستي is constant. لما اجي اقول لك what's meant by intensity of photons بتاعت الاستيموليتد emission is constant، هتقول لي ايه؟ هتقول لي والله دي معناها intensity is constant، يعني بكل بساطة ان هي doesn't obey inverse square law، صح؟ inverse square law، صح ولا لأ؟ طيب طب ممكن أسأل سؤال، هي ليه بقى doesn't obey inverse square law؟ يبقى أنا كده إيه؟ يبقى ليه ال intensity أصلا constant؟ because it doesn't obey inverse square law. طب هي ليه doesn't obey inverse square law؟ اكيد مش هتقول لي عشان خاطر ان ال intensity constant. ماشي، بس هو مين برضو اللي خلاها constant؟ مين خلاه اصلا بعد كل ما يبعد ما يبعدوش عن بعض؟ ان هم ان ال intensity ما بتقلش عشان الفوتونز ماشيه جنب بعضها، ماسكين في ايدين بعض، اخوات حبايب طالعين مع بعض، صح ولا لا؟ يبقى لما اجي اقول لك هم ليه doesn't obey inverse square law، هتقول لي والله بكل اختصار عشان ال intensity constant because its photon are collimated او ايه او due to collimation. يبقى هما ايه سبب بعض. يبقى انا ليه ال intensity constant؟ عشان خاطر انا ايه collimation، عشان خاطر انا collimated. يبقى نفرق بين حاجة، في فرق بين what's meant by ال intensity is constant، هتقول لي والله intensity is constant معناها ان هو doesn't obey inverse square law، وفي سؤال تاني اللي هو يقول لك ليه هي constant اصلا، تقول لي اصلا عشان هي الايه الفوتونز ايه is collimated. تمام طيب، هما ليه يعني ايه collimated؟ يعني الدايمتر is constant، صح؟ مش ده معنى كوليميتد؟ يعني ما اقول لك يعني ايه كوليميتد، تقول لي والله كوليميتد معناها ان الدايمتر اوف بيم از كونستنت. طب لما اجي اسالك اقول لك هو ليه كوليميتد، فاكيد مش هتقول لي عشان هو يعني هو ليه متجمع اصلا، هما ليه ماشيين جنب بعض، هما ليه ماشيين جنب بعض عشان هما كانوا طالعين مع بعض، عشان هما كانوا ماشيين في نفس الاتجاه، عشان هما كانوا سيم فيز، عشان هما كانوا coherent. يبقى هما ليه كانوا كل ميشن؟ عشان خاطر هما coherent. ويعني ايه coherent؟ يعني same phase و same direction. يبقى لما اجي اسألك يعني ايه intensity، تقول لي doesn't obey inverse square law، بقول لك ليه هو intensity constant، تقول لي والله حضرتك ان هو عشان خاطر هو كل ميشن، ده الايه الدايمتر اوف بيم از كونستنت. طب لما اجي اقول لك والله ممكن تقول لي هو ليه كل ميشن او هو ليه الدايمتر اوف بيم از كونستنت، تقول لي عشان خاطر الفوتونز ماشيه سيم دايركشن سيم فيز اللي هي كوهيرنس. تمام كده، يبقى لما اجي اسالك على الخصائص بتاعت او اسالك سؤال give reason، لو سؤال واتس مينت باي خلاص انت بتقول الكلمه اللي قدامها وبتمشي،
لكن لما اجي اسالك سؤال جيف ريزون يا ريت هتقول حاجتين، هتقول الجمله الاصليه بتاعتها بالاضافه الى الخطوه اللي ايه اللي قبلها، ويا سلام لو الخطوه اللي قبلها دي قلتها لي بتعرفها ما قلتها ليش بالكلمه. تمام. طيب اللي بعده، لما اجي نفس الكلام واجي اقول لك والله هو ليه هو كولليميشن، تقول لي والله عشان الدايمتر اوف بيم از كونستنت، تقول الجمله الاصليه واللي ايه اللي قبله اللي هو الكوهيرنس، ويا سلام لو قلتها بايه بالكلمه. يبقى انا لما اجي تاني نعيد الكلام عشان الكلام ده مهم، تيجوا انتوا ما بتعرفوش تحلوا الاسئله بتاعه الايه الجيف ريزون. طيب لما يبقى لما اجي اقول لك هو ايه هو يعني ايه انتنستي، تقول لي دازنت اوبين فيرسس كويل لو. تمام. طب ولما اجي اقول لك يعني ايه كولليميشن، تقول لي ان الدايمتر كونستنت. طب ولما اجي اقول لك يعني ايه كوهيرنت، تقول لي ان هم سيم سيم في السيم دايركشن. خلاص. طب لما اجي اقول لك جيف ريزون ليه هو انتنسي بتاعته كونستنت، يبقى انا لما اجي اقول لك جيف ريزون للانتنسي كونستنت هتقول لي والله عشان دازنت اوبين فيرسس كله بيكوز اتس دايمتر از كونستنت، اند ايه ده معناه ان هو كل ماشي. يبقى انا لما اجي اقول لك ايه هتقولها لي وتقول لي الايه اللي قبلها الخطوه اللي كانت قبلها. طب لما اجي اقول لك جيف ريزون ليه هو كولليميشن، تقول لي والله عشان الدامتر بتاعه كونستانت عشان ايه الفوتونز ماشيه سيم فيز، يعني ده معناه ان هو كوهيرنت. تمام. يبقى فهمنا كده بنعمل ايه. يا ريت نجيب ورقه وقلم ونعيد الحته دي تاني ونكتب الاسئله باجاباتها معلش يعني. تمام. طيب نرجع بقى لعنوان الشابتر الا وهو الليزر. ليزر، هل ليزر ده كلمة؟ لا. الليزر ده اختصار، ليزر ده اختصار لللايت، لايت امبليفيكيشن باي ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن. يبقى light amplification by stimulated emission of radiation. light amplification by stimulated emission of radiation. يبقى what's meant by laser? light amplification by stimulated emission of radiation. طب what's meant by light amplification by stimulated emission of radiation? laser. ايه يعني انا اخد اول حرف من كل كلمة؟ اه. السؤال ده بيجي في امتحان؟ اه والله بيجي في امتحان. جه 2016 وجه 2018 وجه دور تاني 2015. يعني جه كتير كده بس، يعني هو يديني السؤال وانا يديني الجمله وانا اختار اول حرف من كل بتاع. ايوه بس كده. طيب لو ركزنا كده في الكلام تاني بيقول لك لايت يعني ضوء، امبليفيكيشن يعني مكبر، باي ستيمولييتد ايميشن اوف راديشن. يبقى الليزر دوت بيطلع من مين؟ من الاستيمولييتد ايميشن اوف راديشن. يبقى انا لما اجي اقارن بين السبونتينيوس وبين الاستيمولييتد من حيث الاكزامبل، هاجي اقول لك ان هنا الاكزامبل ايه؟ الليزر، ليزر سورس. طب وهنا دوت ايه؟ الاورديناري لايت سورس اللي هو اللمبه الايه العاديه، اللي هي اللمبه العاديه اللي هي في البيت عاديه دي، اي لمبه عاديه بقى، نيون لامب، فلورسنت لامب، مش عارف ايه، كل اللمبه اللي هي العاديه دي شغاله بالايه؟ بالسبونتينيوس. انما مين اللي شغال بالستيموليتد ايميشن؟ الليزر. تمام كده. يبقى احنا كده ايه خلصنا مواصفات. ممكن تقول لي ايه مواصفات الليزر؟ طب ما هو ستيموليتد، يبقى مواصفات ايه هي مواصفات الاستيموليتد؟ مونوكروماتيك كوهيرنس كولليميشن انتنستي. اه عشان كده لما انا بجيب ليزر بلاقي الليزر الاحمر بيبقى هو لونه احمر بس، والليزر الاخضر بيبقى لونه اخضر بس، عشان كده هو مونو ايه مونوكروماتيك. ايه ده ايه ده كمان، ده انا لما بجيب الليزر وببقى قاعد في اخر الشقه وبنوره بلاقي النقطه في الحيطه نفس الدايمتر بتاعها ما بتوسعش. صح، ده الدايمتر اوف بيمس كونستانت، ده كولليميشن. ايه ده كمان، ده برضو نفس البتاعه ان الليزر لما باجي ابعده عن الحيطه ما بلاقيش ان الانتنسي بتاعته بتقل، بتلاقي نفس النقطه بنفس الشده بتاعتها حتى انت واقف فين. صح، يبقى الانتنسي بتاعته از كونستنت عشان هو دازنت اوبين فيرسس كويل لو. ايه ده ايه ده، طب ما هي نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه. عشان كده قلت لك لو انت فهمت الانترودكشن هيبقى نص الشابتر ماشي معايا. طب ممكن تقول لي ايه هي خصائص الاوردينري لايت بلب؟ والله انت عارف بتوع الليزر اعكسه،
يعني ايه مش فاهم؟ يعني والله ان الليزر ده عبارة عن ايه؟ تعال نعمل كومبير، ادي يا عم اعمل لي الاوردينري والليزر. خلاص الليزر دوت مونوكروماتيك او سنجل ويف لينس، صح؟ سنجل ويف ايه لينس. طب الاورديناري اكيد مش مونوكروماتيك، اكيد مش سنجل ويف لينس، يعني ايه عنده ميني ويف لينسز، تمام؟ يبقى ده كده ايه، ده كده اول مقارنه في لو انا بقارن من حكايه من حيث الويف لينس. طيب تعال للليزر تاني من حيث الكوهيرنس، يبقى الليزر اكيد ايه كوهيرنس. يعني ايه كوهيرنس؟ يعني سيم فيز. يعني ايه سيم فيز وايه سيم فيز؟ سيم فيز ودايركشن. طيب يبقى التاني اكيد مش كوهيرنت، يبقى ان كوهيرنت. ان ايه ان كوهيرنت؟ ممكن تقول لي ايه ديفرنت فيز، تمام، وديفرنت دايركشن. خلاص طيب لو جينا في الكوليميشن هتيجي تقول لي ان الليزر ايه كوليميتد، يعني الديامتر كونستانت. هنا هتقول لي ايه مش كوليميتد، يعني الديامتر بيحصل له ايه بيزيد increase by ايه by distance، عشان تلاقي الكشاف كل ما ترجع لورا كل ما البقعة ايه كل ما البقعة تزيد، تمام. طيب ولو جيت قلت لك الدايركشن اوف بروباجيشن هتيجي تقول لي والله ده بروباجيت in one direction، انما ده بروباجيت اكيد العكس random in all direction، تمام. طيب فاضل ايه تاني؟ الانتنستي ده constant intensity، انما دوت الانتنستي بتقل لما الديستانس تزيد، يبقى دوت ايه نوت وباي انفيرس سكوير لو، انما دوت ايه وباي انفيرس سكوير لو اللي هو الانتنستي انفيرس بروبوشن مع الديستانس سكوير. ولو جه قال لك والله لو الديستانس زادت مرتين ايه اللي يحصل للانتنستي؟ تقول لي والله اصبر بقى، هو انت اوردينري لايت؟ اقول لك اه. تقول لي لو انت اوردينري لايت يبقى لما الديستنس تزيد مرتين الانتنسيتي تقل 4. طب لو انت ليزر هقول لك بس ماليش دعوه انت الديستنس حصل لها ايه، الانتنسيتي هنا طول عمرها ايه كونستانت. يبقى دينا كده خلصنا من ايه من كومبير بتوين الليزر وبين الاوردينري لايت، بين الليزر وبين الاوردينري لايت من غير من ايه ما نتعب دماغنا، عشان احنا كنا عارفين الفرق بين الاستيميوليتد وبين الاسبونتينيوس كويس. خلاص ولما اجي اقول لك الاي دي هنا هتقول لي سبونتينيوس، ولما اجي اقول لك الاي دي هنا هتقول لي الايه الاستيميوليتد ايه مش كده. لما نيجي نحب نراجع اللي احنا قلناه كله، الاسبونتينيوس اميشن دوت ايه بيبقى عباره عن لما انا انزل بوان فوتون، تمام، يحصل اكسايتيشن يطلع فوق يستي اللايف تايم بتاعه وبعد كده ينزل، وده ريلاكسيشن ايه افتر اللايف تايم از ايه از اوفر. انما التاني بيبقى هو اصلا اكسايتد وانا بنزل عليه فوتون، قوم بيطلع لي كام فوتون؟ 2 فوتون. فدوت بيبقى ايه لازم يبقى فيه اكسترنال فوتون وبيبقى بيفور اللايف تايم از اوفر. لما تحب نقارن بين السبونتينيوس والاستيميوليتد، خلاص هنا هيطلع كام فوتون؟ هنا يطلع 1 فوتون، انما هنا هيطلع 2 فوتونز. خلاص الويفلنسز دوت كل اللي بيطلعوا بيبقى عندهم سنجل ويفلنس في الاستيميوليتد، انما في الاسبونتينيوس لا ده وايد رينج اوف ويفلنسز، يبقى عندهم ايه رينجات كتير قوي من الايه من الويفلنسز. خلاص طيب هنا الفوتونز، هنا الفوتونز بتمشي بروباجيت راندوملي ان اول دايركشن، صح؟ بتمشي في كل الايه الاتجاهات، انما هنا الفوتون بروباجيت ان وان دايركشن في الاستيميوليتد. طيب لما نيجي تاني للسبونتينيوس هل دوت ايه؟ بيقول لك الانتنستي ديكريز
مع الايه مع الديستنس اكوردنج للانفرس سكويلو ديو تو ايه ديو تو السكاترينج. انما الناحيه الثانيه مفيش اصلا سكاترينج، فبالتالي الانتنسيتي الانتنسيتي مالها الانتنسيتي ريمين كونستانت، ودوت ايه كونترا او دازنت اوبي انفرس سكوير ايه انفرس سكوير لو. خلاص هنا الدوميننت سور بتاع السورس بتاعه الاوردينري لايت سورس، انما هنا الليزر سورس. لما نيجي نشوف المونوكروماتيك زي ما احنا شايفين، بص ده ايه مونوكروماتيك يعني لون واحد، يبقى هو ايه سنجل ويفلنس لون واحد بس اللي طالع. انما ده بص بيبقى ايه وايد رينج اوف ايه اوف ويفلنسز. لما نيجي نتكلم على الكوهيرنس، بص الفوتونز دي كلها ماشيه ايه مع بعضها ازاي، كلهم ايه كوهيرنت، كلهم ايه طلعوا في نفس الوقت في نفس الدايركشن سيم في سيم دايركشن. انما دول بص كل واحد ماشي مع نفسه، دول ديفرنت ايه ان فيزز. خلاص طيب لما نبص بقى على الكوليميشن، بص الفوتونز بتاع دي بص متجمعين ازاي، كلهم ماشيين جنب بعض. انما ده بص بيفرش ازاي، يبقى الكشاف العادي بص بيفرش ازاي لما تبعده، انما الليزر يفضل طول عمره في نفس الايه في نفس ال في نفس الايه في نفس ال نفس ال الدايمتر، يبقى الدايمتر بتاعه ده ستي كونستانت، انما الدايمتر بتاع ده ايه انكريز ويز ديستنس. تمام نفس الكلام اللي احنا قلناه. تمام طيب ولما تيجي تبص على الانتنسيتي، احنا هنا بنركز على حاجه تانية، مش بس هو بيفرش لا دي كمان الضوء بيخف، يعني هنا الشده تقيله وهنا بص الشده خفيفه ازاي. انما النقطه ديت الانتنسيتي فيها زي النقطه دي زي النقطه دي، كل النقط زي بعضها الانتنسيتي ثابته. يبقى انت لما تيجي تبص تلاقي ايه، بص ايه الحته دي منوره، بعديها لما تبعد شويه تلاقي الحته ضلمت شويه، وبعد كده الدنيا ضلمت خالص عشان ضوء اللمبه ايه الانتنسيتي بتاعته بتقل كل ما المسافه بتزيد. خلاص ده ايه اكوردنج للانفرس سكوير لو. والانفرس سكوير لو بيقول لك ايه، بيقول لك والله ان الانتنسيتي انفرس بروبوشن مع سكوير الديستنس، يعني لو الديستنس زادت مرتين الانتنسيتي تقل 4، لو ده زاد 3 ده يقل 9، لو ده زاد 4 ده يقل 16، لو 5 السكوير بتاعها. خلاص بس ناخد بالنا ان الكلام ده بطبقه فين، في الاوردينري لايت سورس بس، انما الليزر دازنت اوبي. يعني ايه الليزر دازنت اوبي؟ يعني لما يجي يقول لك ايه اللي يحصل للانتنسيتي تقول له كونستانت، مش لسه هتفكر مش لسه هتحسب. تمام طيب وايه دونت فورجيت ان الايه الليزر بروبيرتيز از ايه مونوكروماتيك، يعني سنجل ويف لينث يعني سبكترال بيوريتي. تمام او كوليميشن سنجل ويف لينث دي ساعات معلش بيقولها ايه، ساعات بيقول لك ليميتد رينج اوف ويف لينث. ما هي ليميتد يعني ايه قليل، يعني ما يعني ايه يعني تقريبا ابروكسيميتلي 1 ويف لينث. خلاص وايه كوليميشن يعني الدايمتر اوف بيمز كونستانت، اللي هو بيبقى ماشي في برر الري مفيش ايه مفيش دايفرجن، يعني ما بيت ايه ما بيعدوش عن بعض. وكوهيرنت يعني الفوتون هاز سيم فيز وبروباجيت ان وان دايركشن. واخر حاجه الانتنسيتي دازنت اوبي انفرس سكوير لو، اللي هو الكونسنتريشن يعني هاز سيم انتنسيتي فور لونج ديستانس ديو تو نو سكاترينج، عشان مفيش ايه مفيش سكاترينج عشان هم اصلا كوليميشن. طب ليه هو كوليميشن؟ عشان هم اصلا سيم فيز عشان هم كوهيرنت. ويبقى كده خلصنا الايه الفرق بين السبونتينيوس والستيموليتد والبروبيرتيز اوف ليزر. المره الجايه ان شاء الله هنقول او اللي جاي يعني هنقول ايه هنقول ازاي الليزر بقى بيتعمل، يبقى انا ازاي هعمل ليزر الجينيريشن اوف ليزر. تمام